هيسترو اوف تروما بين اثناء التروما، وجع اثناء التروما تمام، ايبستاكسس ويوجوالي مش جامد لان ما عندهاش بليدنج ديس اوردر، ده هو شويه دم وبقفوا بعد شويه معايا. نيزل اوبستراكشن لو البوكس جه كده سد ناحيتين، لو البوكس جه كده سد ناحيه واحده ات مي بي يوني اور باي. الاوبستراكشن سويلنج، سويلنج من ايه؟ لما الواحد بيتخبط ليه الحته بتورم؟ ايديما من التروما تمام؟ مش في كابيلاريز فرقعت وحصل ايديما ميه تحت الجلد، ممكن يحصل دم تحت الجلد هيماتوما، يبقى ايديما او هيماتوما، ممكن يحصل هواء تحت الجلد سيرجيكال انفيزيما مكتوبه في الساينس تحت بس هي هي فوق وتحت. بص بقى النوزه هي يا جماعه دي نوز، النوز فيه جلد من بره وبعدين عظم او كارتليج وبعدين ميوكوزا من جوه مش كده؟ واحد اتضرب بالبوكس العظم اتكسر والميوكوزا اتخرمت، النوز فيها مخاط وفيها هواء سعادته نف، راح البريشر ده راح داخل الهواء راح داخل نفخ الجلد، اسمها ايه الحركه دي؟ سيرجيكال انفيزيما، تيجي تدوس عليه تلاقي الهواء بيطرقع تحت ايدك، اسمها ايه دي؟ كريبيتاس. ما بس دي الف ساينس، احنا دلوقتي في السيمتوم سويلنج، يبقى سيرجيكال انفيزيما، يبقى اذا السويلنج واحد من ثلاثه، يا ميه تحت الجلد هسميها ايديما، يا دم تحت الجلد هسميه هيماتوما، يا هواء تحت الجلد هسميه سيرجيكال انفيزيما. ده السويلنج معايا؟ ورم بحاجه من ثلاثه، يا ميه يا دم يا هواء. تمام، ودي هتاخدها في الرمد في الاوربيتال بلو اوت في الاوربيتال فراكشر تمام، اللي هي السيرجيكال انفيزيما. وفي الرمد هيقول لك خلي العين ما ينفش، لو نف فاهم؟ طيب ديفورميتي، ديفورميتي يعني ايه؟ يعني منخره اتعوجت، لو اتضرب كده هيحصل ديفيجن، لو اتضرب كده هيحصل ديبريشن. مره جه لك موظف في القصر العيني بديش فيس ديفورميتي، يقول لك طبق وشه، وشه بقى زي الطبق، دي دخلت لجوه ودي بره، ما هو ده لما يدخل لجوه دي بره، ده انا كنت بشد فيها وانا نايم والباقي بيشد ورايا علشان اطلعها من قفاه، مضروب بشومه هنا، فده كتير. يبقى لو اتضرب كده ديفورميتي اللي هو ديفيجن، لو اتضرب كده دش ممكن المناخير تتعوج حرف اس، تويست تويست، كل ده موجود يا جماعه. يعني دي كده تويست اهي. الراجل الهندي ده تويست اهي. معايا؟ الراجل ده ديفيجن عادي. معايا؟ طيب. يبقى اذا سويلنج وديفورميتي، السويلنج ديو تو ثلاثه والديفورميتي يا ديبريشن يا ديفيجن يا تويست. نيجي بقى للساينس بقى. حالات الفراكشر نوز الحقيقه من اغلس الحالات اللي احنا ما نحبهاش اصلا، يعني دي حالات نواب مش حاله تيجي الاستاذ، فالحقيقه لما بتبقى قاعد في عيادتك بتبقى متضايق جدا لما يجي لك فراكشر نوز، لان انت لبست العيان، انت مضطر تروح معاه المستشفى وتصلح وبتاع، فانا الحقيقه بستسهل وبعملها من غير بنج، وده اجينست الهيومانيتي، انك تعملها من غير بنج ده اجينست الهيومانيتي، بس انا مش فاضي علشان اقعد لثلاثه اربعه الفجر يجي لي دكتور تخدير وبتاع، اخر عيان يمكن مش اخر لا انا اسف، من الذ العيانين اللي انا عملت لهم ريدكشن للفراكشر نوز ده واد مهندس من سنتين ثلاثه في رمضان، بس كان في عياده جوه مستشفى، طبعا انا مش هطلعه العمليات واسيب العيانين وبتاع، فالواد بعد ما عملتها له قال لي كلمه غريبه جدا، يعني طبعا لازم تثبته، لازم تنسى خالص ان انت دكتور وناس يكتفوه وبتاع وبتعملها. قال لي يا دكتور وانت شغال لي انا تخيلت انك ظابط شرطه مش دكتور. الواد ده قصته في رمضان قبل الفطار كان ما فيش معاه عربيه وشغال في القاهره الجديده، فما صدق يشوف الاتوبيس فجري، انت عارف في رمضان قبل الفطار بقى جري علشان يركب الاتوبيس، خبط في العمود، خبط في العمود، جاي لي مناخيره متفشفشه، واد شاب صغير مهندس الحقيقه يعني صعب عليا جدا، هو صعب عليا علشان كده ما اديتوش بنج، انا لو اديته بنج هيدفع له بتاع 2000 جنيه دكتور تخدير ومستشفى وبتاع، لا عملتها له كده وخلاص يعني. طبعا ما انت لازم تحس بالعيان، انت لازم توفر عليه، يا اما تدفع من جيبك، اه والله يا اما تدفع من جيبك، فكده احسن له. طيب ف انسبكشن وانت قاعد على مكتبك كده، اول ما العيان دخل بصيت لقيت النظره انسبكشن سويلنج، سويلنج ليه؟
يا ايديما يا هيماتوما يا سيرجيكال انفيزيما. برضه ديفورميتي ده بالانسبكشن. على فكره السويلنج ده مش هيتكون في الاول. الاول مناخيره معوجه، اتسابت بدات تورم، بدات الايديما، بدات الهيماتوما، بدات السيرجيكال انفيزيما. يبقى كل ما يجي لك بدري كل ما يبقى احسن عشان تعرف تعدلها له. لو ورمت مش هتعرف، انت عارف هي رايحه فين وجايه منين. تمام. ديفورميتي يا ديفيجن يا ديبريشن يا تويست. بالبيشن بقى اول ما تدوس له عليها يصوت. تمام. تندرنس ده مش تندرنس عادي، ده كسر في العظم، ومش اي عظم، ده عظم المناخير وبالتالي بيضرب بالصوت الحياني. يبقى تندرنس. كريبيتاس، امتى يحصل كريبيتاس؟ سيرجيكال انفيزيما. ايه السيرجيكال انفيزيما ده؟ هواء تحت الجلد، زي ما تجيب تلفزيون او راديو جديد والبلاستيك اللي حواليه ده بتقعد تطقطقه، هو ده يقعد يطقطق تحت ايدك. تمام. والنبي الدكتوره ايه والدكتوره ايه صحصحوا، بتفكروني بهناء وشرين. تمام يا ايه، كريبيتاس يا ايه. طيب انتيريور راينوسكوبي، لما اجي ابص عليه بالنيزل سبيكيولم الاقي ايه في المناخير؟ لاسيريتد نيزل ميكوزا، الميكوزا متهتكه وبلاد كلوتس، لاسيريتد ميكوزا وبلاد كلوتس. تمام. دكتور، هي بتتكسر، هي ممكن كذا حته وممكن حته واحده وممكن شرخ بس. طب كل ده يرجع طبيعي طبعا. هنقوله دلوقتي. ديسلوكيتد سيبتوم، ديسلوكيشن في السيبتوم، السيبتوم طلع من اللوكيشن بتاعه. قول لي ايه هو السيبتوم؟ السيبتوم ده هو السيبتوم ده نايم على ايه؟ السيبتوم ده على الكولوميلا، ما بينهم سكين ممبرينس بار، مش كده؟ لو انا عملت لك مناخيرك كده هيبان السيبتوم؟ لا. لو انا عوجت الكولوميلا كده يبان اهو. لو انا عوجت الكولوميلا كده يبان. السيبتوم اتخلع من الكولوميلا بالتروما اهو. الكولوميلا في ناحيه والسيبتوم في الثانيه. ده اسمه ايه؟ طلع من اللوكيشن. ديسلوكيشن. بس مش انت اللي عوجها، ده انت تخلي ايدك في النص كده وتعمل كده تلاقي السيبتوم جاي في ناحيه والكولوميلا في الثانيه. يبقى اسمه ايه يا دكتور قريش؟ ديسلوكيتد سيبتوم. ديسلوكيشن، طلع من اللوكيشن. معايا؟ الانفستيجيشن اكس راي فور ديكو ليجال بيربسز. الدكتوره ايمان بتسالني بتقول لي دكتور هو الفراكشر ده هيبقى عظمه واحده ولا متفتت لكذا حته؟ على حسب، ياما كانت متفتته كتير. تمام؟ الاكس راي دي بثلاثه تعريفه، مش محتاج قوي سي تي. عظمه هنا والعظمه الثانيه كسره. طبعا الاكس راي مش زي السي تي بيبان هيزي كده. تمام؟ يعني ايه ميديكو ليجال بيربسز؟ يعني مهم من الناحيه الطبيه الشرعيه. انا كدكتور انف واذن انا محتاج اكس راي علشان اشخص فراكشر نوز؟ طب ما انا شايفه وبيطقطق تحت ايدي وكل حاجه، انا مش محتاج اكس راي. اكس راي علشان يعمل محضر، لان ده يجري خناقات اثبات، لان انا كدكتور ممكن اتواطأ مع العيان واكتب له تقرير ان عنده كسر وعدلته له. لا، انت لازم تعدله ايميديت ويكون معاه الاكس راي بتاعته اللي تثبت ان كان مكسور في المحضر وبتتحط في المحضر. معايا؟ يعني انا ما انساش يا اولاد جالي تليفون الساعه 4 العصر من مجموعه كده كان كلهم اولاد اساتذه، كانوا عيال متعبين جدا الحقيقه. وصلوا سنه خمسه، يعني كانوا بياخدوا درس في رابعه وصلوا سنه خمسه. فجالي تليفون الساعه 4 الفجر 4 العصر من واحد منهم بيقول لي يا دكتور احنا انا فلان بتاع المجموعه بتاع السنه اللي فاتت فاكرها؟ قلت له دي تتنسي؟ كان بيتفوا في قفا بعض الحقيقه. والله طول ما هم عيال مقرفه جدا يعني. يا دكتور قريش جالي التليفون بيقول لي طيب فاكر فلان اللي معانا؟ ماله؟ قال لي دلوقتي في استقبال قصر العيني عنده فراكشر نوز. فجيت له الحقيقه قال لي احنا محتاجينك وبتاع، كنت لسه مدرس ايامها. فبيقول لي طب، قلت له ايه القصه؟ قال لي والله في سواق تاكس وقف قدام باب اسنان، نزل بنتين من دفعتنا اتخانقوا مع السواق على الاجره. يا عم صلاح هو مش دعوه بالموضوع خالص، بيتخانقوا مع السواق على الاجره. طبعا انت عارف السواقين مقرفين. سعادته وهو داخل من باب اسنان، العيال دي دفعتي، بنتين دفعتي، لازم ابقى شاهد منظرها هيبقى وحش. راح اتخانق مع سواق التاكس، سواق التاكس اداله بالبوكس في مناخيره والقصه ما انتهتش. ده فتح الشنطه وطلع المفك الصليبه ونزل على ظهره، واخد بالك؟ يعني ما عندوش فراكشر نوز بس. فالحقيقه انا ممكن كدكتور اتواطأ معاه، فعلا انا ممكن اتواطأ معاه، ما هو دكتور او طالب في كليه الطب.
وده سواء تاكس لازم اكتب له تقرير ابن لذينه ويحتاج اكتر من 21 يوم واخد بالك، وتبقى بدل كون حاجه نايم انت فاهم. فاذا الاكس راي مهمه للاثبات، لان انا كدكتور ممكن اتواطأ مع الزبون تمام. تريتمنت بقى العلاج بتاع الفراكشر بلوز، اول حاجه تكنترول الاستاكسس، وما تكتبش هنا يا احمد الكنترول اوف الاستاكسس كله. على فكره الكنترول اوف الاستاكسس ده ثلاث صفحات، كنترول اوف الاستاكسس فقط ككلمه، لان يوجوالي مش جامد تمام. تاني حاجه دلوقتي لو حد فيكم اولاد شاف كسر في اي حته في العظم، لما بتروح في الفيمر في اليومرس في اي حته، لما بتروح لدكتور العظمه يقول لك هعمل له ايه بعد ما يعمل اكس راي؟ هرده، ارده بالانجليزيه يعني ايه؟ ريدكشن تو ريديوس ات. بمعنى الفيمر بقت حتتين اهي كسرت كده، كونك ترجعها تاني سليمه كده يا صلاح وان لاين اسمها ريدكشن تو ريديوس ات ماشي. يبقى نمبر 1 ريدكشن، نمبر 2 بعد ما رجعتها تاني رديتها تعمل ايه؟ تثبتها بايه؟ بجبس، يبقى اسمها فيكسيشن تمام. يبقى بعد ما بتعمل ريدكشن فيكسيشن، الفيكسيشن هنا هيبقى من بره ومن جوه، هنا فيكسيشن من بره وخلاص تمام. هنا بقى من جوه بقى اديله نيزل باك حشو انف، بتحشره مناخيره بشاش وعليه فازلين علشان العظمه ما تقعش على جوه تاني، يبقى كده اتصدت من جوه، وجبس من بره اتصدت من بره، يبقى اذا من بره ومن جوه. من جوه اسمها انتيرونيزال باكينج، ده من جوه، من بره اسمها فيكسيشن تمام. وبعدين ادي له انتي بايوتيك وانتي انفلاماتوري وانالجيزيك. طيب بتعمل لها ريدكشن، انا بتكلم في حته فيري كريتيكال بتيجي في الامتحانات كتير قوي، بتعمل لها ريدكشن بتريديوس ات ايميديتلي. لو جالك ايميديت مفيش ايديما لسه حصلت، انا شايف العوجه كده او العوجه الناحيه العكس او داخله لجوه او تويست، فانت شايف ولسه الايديما ما اتكونتش، اذا سهل جدا انك تردها. اما لو الايديما اتكونت صعب جدا تردها لانك خلاص ما عدتش شايف معايا. يبقى لو الايديما لسه ما اتكونتش within few hours 5 to 6 hours maximum within few hours بريديوس ات immediately. المفروض الهيومانيتي بتاعتك بتقول under general anesthesia طبعا تمام. هتشوف في استقبال ان دي في القصر العيني كله من غير اناتيزيا، وتلاقي العينين بيصوتوا وبتاع علشان دكاتره التخدير بيتاخروا وهكذا. اذا اندر جنرال اناتيزيا ايذر مانيوال، بصباعي يا دكتوره ايمان بصباعي، تبقى مصيبه لو المناخير صغنططه قوي مش عارفه تدخله صباعك، بتلبس الجوانت بتاعك بتفازلين صباعك فازلين عشان يتزحلق ما يتعورش، بتدخل وتروح عامل تك وتسمع التك، العظمه ردت تك والناحيه الثانيه تك تمام. سهله جدا ده مانيوال. يا اما انسترومنتال، انسترومنتال لازم بينج، استحاله تدخل الكماشه دي وتعمل كده وعيان صاحي مش ممكن يجي له يعني يموت فيها، فانسترومنتال لازم بينج تمام. انسترومنتال بقى خليك مركز معايا، يا اما ولشن فورسبس للنيزل بون يا اش فورسبس للسيبتم. بص بقى ده اسمه الولشن وده اسمه الاش، احنا المصر بتاعنا ألذ من كده، ده الاجنبي. بص بقى المصر بتاعنا شكله عامل كده، واخد شكل النوز بالظبط، ده الولشن يمكن الكيرف مش قوي كده، الحته الكيرف اللي بره تاخد الكيرف الدورسال اوف ذا نوز، واللي جوه الستريت تمام. على فكره لابس بلاستيك يعني هي حديد ولا ملبسها بلاستيك خلاص، وتروح مدخل واحد جوه والتاني بره وتروح تك تك اتعدلت، يبقى ده الولشن. بتعدل بايه؟ النيزل بون. طب الاش لازم الاثنين عدلين، التو بليدز لازم يبقوا عدلين، بس مش مقص بيقص لا مبطط، اروح مدخل اش من هنا بليد من هنا وبليد من هنا واروح ضاغط يروح السبتم اللي هو ديسلوكيتد يروح معدول لانه لسه طري معاه ما هو مكسور حالا. اذا ده الاش فورسبس للسبتم ما تغلطش علشان الام سي كيو، والولشم للنيزل بون. سهل يا ابراهيم؟ تمام. طيب دكتور الكلام ده عدلته ايميديت، ده لو ما فيش ايديما ولا هيماتومه اتكونت، انا شايف الديفورميتي فين؟ امال لو الايديما والهيماتومه اتكونت؟ ما اعرفش اعدلها، اتاخر عليا، اتخبط الصبح وجالي اخر النهار،
قالوا روح بيتكم وخد انتي بايوتيك وانتي انفلاماتوري وتعالى لي بعد اسبوع لما الايديما تروح والهيماتوما الانتي انفلاماتوري هيخف الايديما والهيماتوما، تعالى لي بعد اسبوع يكون الايديما والهيماتوما خفت اعمل له ريدكشن بقى. تمام؟ طيب لو اتاخر عليا اكتر من اسبوعين انا هقول له تعالى لي بعد اسبوع ماكسيموم 10 ايام، لو اتاخر عليا اكتر من اسبوعين حصل ايه؟ حصل باليونيا، العظم لما غلط بدا يتكون كيلس، فاكر الكيلس؟ وده هاي فاسكولار، فلو جيت تعدله عايز تكسره تاني وهيحصل هيماتوما تحت الجلد معايا لانه فاسكولار. اذا لو اتاخر عليك اكتر من اسبوعين لحم غلط بدا يلحم غلط قول له روح وتعالى لي بعد 3 شهور. بعد 3 شهور هيكون حصل ريمودلنج ماتيوريشن وبقى عظم عظم ماتيور كومباكت بون. بعد 3 شهور لما يجي لي بقى اروح سالخ الجلد اروح مكسر من تاني وعادل، اسمها ايه دي؟ تجميل راينوبلاستي. راينوبلاستي يا ريت كل الحالات تتاخر ويجي لك تعمله راينوبلاستي، كنت هتاخد 10 قروش هتاخد 1000 قرش معايا؟ ما هو كده، ما هو الراينوبلاستي مكلفه. تمام؟ فالدكتور يا ريت تعمل الاكس ريمش مش الايه؟ في الايديمه الاكس راي مش لا 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 حتى لو مبينه. طب ما هي مبينه طبعا في الاكس راي، بس انا كدكتور وانا بعدلها عايز اعرف انا عدلتها صح ولا لا؟ ده انا بعدلها وبعدين انادي للمساعد بتاعي اقول له شوف كده اتعدلت ولا لا؟ وانادي للممرضه تعالي يا بنت بص اتعدلت ولا لا؟ وانادي للتمرجي يا ابني لك اي تعليق؟ طبعا. وتحط خط بالعرض هنا وخط بالطول بربنديكولار على وتشوفها. لا يعني الموضوع صعب. خلي بالك انت الهدف بتاعك ايه؟ شكليه، انك تجملي. فيعني مش قديمه واقعد اعدلها عمياني، لا. تمام؟ يبقى اذا نقول تاني، لو جالك ايميديت قبل ما القديمه تتكون بتريديوس هيت ايميديتلي. سهله. لو اتاخر عليك والقديمه اتكونت قول له روح وتعالى لي بعد اسبوع تكون القديمه فشت. ادي له انتيبايوتيك انفلاماتوري تعدلها له. لو اتاخر عليك اكثر من اسبوعين حصل مايونيان قول له روح وتعالى لي بعد 3 شهور. طب لو جالك بعد 3 شهور غاب عنك وجالك بعد 3 شهور راينوبلاست على طول بقى. معايا؟ طيب بعد ما عملت العمايل دي اثبتها من جوه بنيزل باك حته شاشه كده وعليها فازلين ادخلها في مناخيره علشان العظم ما يقعش على جوه، واثبتها من بره بجبس. الجبس اللي متجبس بين الايدين والرجلين ده الابيض اللي انت بتقعدي تمضي عليه ده للذكرى والحاجات دي اسمه ايه؟ بلاستر اوف باريس. بلاستر اوف باريس، بلاستر اوف باريس ده الجبس بنعملها، في ناس بيعملوها صليبه وفي ناس بيعملوها عروسه. تمام؟ شكل صليبه او شكل عروسه، هي الحكيمه بتبقى عارفه وتقعد تعمله لك وبتلزق. اظن شفتوا ناس كتير قوي ماشيين في الشارع لازقين بتاع من ده. ده البلاستر اوف باريس. في حاجه شيك بقى طلعت في الصيدليات من حوالي 7-8 سنين 10 سنين اسمها الامونيوم شيت. احجام واحد مناخيره حجمه كبير حجمها صغير وهكذا. الالومنيوم شيت ده عباره عن الامونيوم شيت وفي لازم بتحطه في ميه دافيه يبقى طري وتروح حاطه على المناخير وفاعص تاخد شكل المناخير وتروح لازقها ببلاستر. دي اسمها الومنيوم شيت بدل الجبس اللي هنا وهنا فدي الذ شويه. معايا؟ تمام؟ وتدي له انتي بايوتيك وانتي انفلاماتوري. طبعا الفيكسيشن اللي من بره ده هيتساب اسبوعين. مناخيره هتفضل مقفوله بالانترونيزال باك يومين بس عما لان ما ينفعش يفضل باك اكتر من كده. تمام؟ يعمل انفكشن. حد عنده اسئله في الفراكشر نوز؟ موضوع لذيذ الحقيقه وجاء في الامتحانات كتير. تمام؟ ده الولشم وده القاش، ده السيبتوم واتعدل بعديها، ده التويست واتعدل بعديها، ده الديفيجن واتعدل. خلي بالكم هتلاقوا النوز لذيذ في مذاكرته جدا عن الاير، الاير صعبه. فمن فضلكم كل ما تقرا حصه نوز تقرا معاها حصه اير معايا، والناس اللي ما حضروش قبل كده يسالوني في الاير. فارم بادي امبانوز زي ما قلت لك اول امبارح دكتوره بتكلمني مش عارف ايه الدكاتره هم اللي اولادهم بيحطوا حاجات في مناخيرهم، لان الدكاتره مملين ما بيقعدوش مع اولادهم فتره كفايه غالبا يعني. فابني حط خرزه في مناخيره. تمام؟ ومحتاسه طبعا، ده امرجنسي، ده الخرزه دي ما تتسابش لازم تتشال، ده فارم بادي. عندنا 4 فارم بوديز في الانتي، خدنا فارم بادي في الاير، النهارده هناخد فارم بادي في النوز، عندنا فارم بادي في الفارنكس والاسوفاجس، واد بلع جنيه معدن، تمام؟ وقفله هنا،
عندنا فورم بودي في الاير واي في اللارينكس فوله او حاجه نزلت على التراكيه تمام. كل مذكور فورم بودي الاربعه فورم بوديز دول اروح ذاكر عنوانين التايب اوف ذا بيشن والتايب اوف ذا فورم بودي. التايب اوف ذا بيشن يا تشايلد يا بنت اللي ريتاردد ادلت، مين اللي هيحط خرزه في مناخيره يا سلام؟ يا تشايلد يا بنت اللي ريتاردد ادلت معايا، يا اما زي ما قلت لك يا احمد طالب في كليه الطب وهو بيذاكر بيتسلى. التايب اوف ذا فورم بودي، ايه الفورم بودي اللي هيتحط في النوز؟ يا حاجه فيجيتابل زي السيدز بذر. ما انا قلت لك ممكن انا طلعت كل ما تتخيل طلعته من المناخير والودن، حتى اللارينكس طلعت بتاع الطلقه بتاع المسدس البلاستيك، كل حاجه تتخيلها طلعناها من الاي ان تي. ف سيدز، السيدز دي طبعا زي الحاجات بتاع رمضان، المكسرات معايا، بذره بطيخ، فوله وهكذا، ده السيدز. البينز اللي هو الفول، نون فيجيتابل زي البيتز الخرز، بيس اوف بيبر اللي هي كلينكس تيشوز تمام، بيحطه في مناخيره ويقعد يحشر 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 وهكذا. طلعت حاجه بلاستيك غريبه الاسبوع اللي فات، انا مش عارف ايه دي، يعني مش عارف بصراحه، دخلت البوك وانا عمال احسس شايف حاجه طريه وبشد، فاتشدت معايا حاجه غريبه جدا، اول ما طلعت نفشت، ما اعرفش دخلها ازاي، يعني انا مش عارف عمل لها سكويزنج وكانت بنت. الكلينيكال بيكشر، الكلينيكال بيكشر لا تنسى الصوره، الواد بيقول لك ايه؟ انا بدخل في ناحيه واحده. يوجوالي اللي بيدخل بيدخل في ناحيه واحده، مع ان والله مره طلعت اثنين فرن بودي من ناحيتين. انا مره طلعت صاموله من مناخير بنت، صاموله حديد مصديه بقالها سنه من مناخير بنت عندها 12 سنه. ما تسالنيش ازاي طلعت قريب قوي، ودي كانت حاله ديسجاستنج الحقيقه. بنت دكتور جايه لي قالت لي بساينوسايتس، وبتعالج عند دكتور الاطفال على انها ساينوسايتس، بقى لها ثلاث ايام اوفنسيف نيزل ديسشارج، انا مش عارف ايه دي، ولا عملنا اكس راي ولا اي حاجه، دكتور شغال معايا في مستشفى ما، قلت له طب اطلعها على المستشفى هجي لك بعد العياده. رحت له الساعه 12 بالليل بعد ما خلصت العياده، دكتور التخدير بنجها، بحط المنظار واشد، لقيته مسمار قلاوز قد كده ومش عامل سي اس اف رايوريا الحمد لله. قد كده لبنت عندها سنه ونص. مسمار قلاوز. عارف المسمار البورما؟ تمام؟ وكان فين كان في النوز وداخل لفوق، ده كويس ما دخلش على الاوربت. كان ممكن كل ما تتخيلي، كل ما تتخيلي، احنا عندنا حاجات غريبه يا اولاد مصر والهند دي كنز، تريجر اوف ميديكال اديوكيشن. فعلا تريجر اوف ميديكال اديوكيشن، واخد بالك؟ طب ايه رايك ان انا جالي اوستومالايتس امبارح في الاوربت، في الاوربيتال بول، ايه رايك؟ اوستومالايتس في الاوربيتال بول، يعني فعلا في السي تي لا ده في سيكويسترام وبتاع شيء غريب يعني. المهم السيمبتومز يونيلاترال ليزر اوبستراكشن، ما احنا اتفقنا على حاجه ان اللي هيدخل حاجه في مناخيره هيدخلها في ناحيه واحده، حس بالمشكله مش هيكمل الثانيه تمام. يونيلاترال اوفنسيف نيزل ديسشارج، اول مره اقول اوفنسيف نيزل ديسشارج. ليه اوفنسيف؟ لان الفورم بودي سد ما عادش فيه هواء وراه، فنامت بكتيريا لا هوائيه انيروب، الانيروب بيعمل اوفنسيف ديسشارج زي ما الانيروب كان عمل بول نيكروزس واوفنسيف اير ديسشارج في كوليستيتوما، كذلك الانيروب بيعمل اوفنسيف نيزل ديسشارج معايا. يبقى يونيلاترال نيزل اوبستراكشن يونيلاترال اوفنسيف نيزل ديسشارج. رحنا حاطين ان بي حمراء، بص يا صلاح حمراء هي صلاح، مهمة جدا جدا جدا، هي دي التريكس يا ابراهيم، هي دي يا ابن التريكس المكتوبة في كتاب الأسئلة. قال لك أي طفل عنده يونيلاترال نيزل اوبستراكشن واوفنسيف نيزل ديسشارج اعتبره فورم بودي. ما تبقاش دكتور أطفال خايب وتقعد تقول إيه ده ساينوسايتس ده مش عارف إيه وتكتب، مش هيخاف لان في فرن بودي جوه لازم يتشال. اي طفل عنده يونيلاترال اوفنسيف نيزل ديسشارج مع يونيلاترال نيزل اوبستراكشن ده فرن بودي. لها ديفرنشال دايجنوزس؟ انا بقول لك لا خالص، بس طبعا لها ديفرنشال دايجنوزس، لكن انا بقول لك لا، يعني في ديفرنشال دايجنوزس في الامتحان لما جاب هو عايز ايه؟ يونيلاترال ديفتيريا بتعمل سودو ممبرين اوفنسيف، مش حاجات خايبه، لكن لو ما كتبتش ما يهمنيش، هي فرن بودي ثم فرن بودي ثم فرن بودي، ده قانون. شبه اليونيلاترال كوان لا بس الكوينا الاتريزيا نونيت مختلف تماما ديتنج سينس بيرث
انت فاهمني؟ طيب ومش هيقولوا اوفنسيف زي ما انت قلت في الكونه الانجليزي خالص. بيقولوا الاستشاجه من الناحيه المقفوله. ما هي استجنت محوشه. فبدل ما كان بيت يطلع على ورا بينزل على قدام. دكتور امجد بالانتيرونوسكوبي ممكن اشوف الفرم بودي اهو خرزه مثلا او صخره او طوبه وهكذا تمام؟ انا طلعت يا اولاد في احداث محمد محمود رصاصه من المجزره ساينس رصاصه تمام كتير يعني وقبل كده وانا نايم طلعت رشايه بتاع العصافير دي طلقه العصافير من نوز داخله في النوز ومعوره يعني داخله جوه في العضد معايا المهم انتيرونوسكوبي يا اما هلاقي الفرن بودي يا اما هلاقي براغير اتكونت حواليه دي ستشارج بالنيزل اندوسكوبي سام تايمز نيدد طبعا النيزل اندوسكوبي سام تايمز نيدد جات لي مره بنتين اخوات من كليه التجاره انتوا عارفين بتوع تجاره مختلفين جدا عن كليه الطب والكلام ده كانوا عاملين فريق هناك بيعلموا بعض قال ايه الحمد لله ما فيش عندنا من البيرسينج او البتاع اللي هنا دي فيكم حد عاملها انا اول مره انا دكتور اي ان تي واول مره اعرف ان في حاجه اسمها مغناطيس غير البيرسينج حديده يتحط من هنا ومغناطيس من جوه يمسكها انا اول مره اعرف ف بنوته جايه في تجاره وجايبه اختها في تجاره زيها فبتقول لي دكتور اختي عند المغناطيس على الناحيتين وقعوا جوه فبقول لها مغناطيس ايه؟ قالت لي زي دول يعني هي عامله ففهمتني ان ده فريق وبتاع فايه اللي حصل؟ ببص بالانتيرونوسكوبي النايب بيطلعها من الحوادث على العمليات ما لقيناش حاجه فلازم ندخلها بينج ونيزل اندوسكوبي طلعته من ميدل ميتس مغناطيس على الناحيتين هي حاولت تطلعه فزقته معايا فميزه الاندوسكوبي سام تايمز نيدد ان انا اعمل منظار واقعد ادور على الفرن بودي الكومبليكيشنز بقى بتاع الفرن بودي في النوز معلش ايه الفرق بين الراينوسكوبي والاندوسكوبي؟ لا فرق السماء من الارض راينوسكوبي اللي هو بتبص على المناخير بالنيزل سبيكلم مش قلت لكم حد يكلمني امبارح يا ولاد اجيب لكم النيزل سبيكلم معايا وانا جاي تشوفوه الانتيرونوسكوبي حته حديده زي المشبك بتدخلها من الايه والكولومينا وانت منور وبتبص كده بتبص من قدام اما الاندوسكوب ده ماسوره حديد طويله وبتدخل تشوف تشوف كل الديتيلز معايا ايش بصراحه انا ضد البينج بصراحه يعني ماشي يعني لما عيان يدخل لي يتدلع ويقول لي بينج وما بينج ما ايه بينج ما بتدخل يعني ايه هتتوجع هو بيقعد يعني لا 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 دي ده تمثيل لما كنا جزء معاها لما كنا لا مش تمثيل هم ما دام معاهم فلوس للبنج يمثلوا براحتهم بس هم ما دام معاهم فلوس وهيدفعوا يعملوا بنج خلاص مش مشكله يعني طب احنا مش فاضيين هم معاهم فلوس لكن انت مش فاضيه يعني على فكره يا اولاد يعني تضرب الجرس يدخل التمرجي هات لي يا ابني الزيلوكين يجيب الزيلوكين ترشي استنى بره خمس دقايق اعمل بنج يشتغل يدخل يعني انا هو كلامكوا صح كلامكوا صح اه في الامتحان لو كان انا فيزياء لكن بصراحه انا مش عارف المهم طبعا ده طفل والله لو حطيتي بنج الدنيا والاخره برضه هيتحرك وهيعمل اللي هو عايزه لان هو شايفك هو مش بيتوجع هي المشكله انه شايف وداخل بقاله معايا طبعا الفرن بودي في النوز ممكن يموت ممكن يموت فرن بودي في النوز يموت شهقه جامده راح نازل على الايروي انتهى الموضوع ريسبيراتوري اوبستراكشن فرن بودي انهيليشن تمام علشان كده يا اولاد لو عيل بيتحرك مهما يكون اهله ماسكين وعمال يتحرك وانت مش عارف تتصرف معاه قول لازم بين كلي ليه لانه لو اتحرك وانت بتشيل فرن بودي الفرن بودي هيتزحلق منك على الايروي مات وانت السبب لا لو نوت كوبريتيف لازم جنرال انستيزيا لانه ممكن يبقى فيتال ريسبيراتوري اوبستراكشن طب وكومبليكيشن على النوز الفرن بودي ده هيعمل انفكشن حواليه خدت حاجه انفكشن حواليه طبعا هيبقى نوز راينيتس والساينس الساينسايتس خدت حاجه السنه اللي فاتت في الباثولوجي اسمها ستون فورميشن في الجول بلادر و اليورينري تراكت مش كده؟ الستون دي مش بيبقى لها نيوكليوس؟ طب ايه رايك ان الفورم بودي ده ممكن يبقى نيوكليوس للستون جوه المناخير؟
مش البرامين بتاعتك فيها مغنيسيوم وكالسيوم سولتس هتترسب حوالين الفورم بودي وتكون ستون. ستون باللاتيني ليث يبقى راينوليث. وسبحان الله يا اولاد الحالات دي لذيذه جدا. انا عندي كذا حاله مصورها بتبقى عامله زي الشعب المرجانيه الستون واخده شكل الساينسز. اوعى تفتكر انك هتدخلي كده تشدها تطلع معاكي، لا ده بتحتاج المناخير تتفتح. ليه؟ لان واخده شكل الساينسز وبتبقى فيري هارد. فدي اسمها رايوليس لما تتساب فتره يبقى ايرلي راينايتس وساينسايتس ليت ستون فورميشن. شهق شهق نزل على الايروي انتهى الموضوع. تريتمنت بقى العلاج لو تشايلد كوبريتيف ريموفال باي فورسبس جيف تمسك وتشد هوك خطاف حته حديده معوجه كده مدببه تدخل فيها الفرن بودي حبذا لو طري وتروح شده تمام او سكشن يشفط خلاص. طبعا انت شايف الاب ده لافف بنته في بلايه الشيزلون بتفهمه تقعد وتقعدها على حجرك تديله الملايه بتاع الشيزلون بيلفها علشان ما يتحركش ايديها ورجليها يحط رجليها بين رجليه ويحط رجل على رجل ده للمحافظه على مستقبل الطبيب. ده انت ياما هتترفس يا ابراهيم معايا وايده الثانيه نفس المسكه دي ومع ذلك يا قريش بتلاقي العيله مقرفه وبتتحرك. انا مره بعمل فليكس ابو العيل عنده 4 سنين ولقيته بيسيب لي بالدين ابوه شايله وبيسيب لي لا بس عيل اسرع عيل مش عيل عياده. كنت في اوضه العمليات وبعملها من غير بنج يعني مطلعينها من الحوادث علشان بتاع الاطفال وبتاع 4 سنين انت طفل ايوه بس كان الموضوع اكبر من فرق بولي الحقيقه. انا خفت اعمل له عمليه يعني انا بعد ما عملت له المنظار خفت اعمل له عمليه بصراحه يعني. هو ما سابنيش اتنين لوحدي هو ساب لابوه كمان فيعني خفت اعمل له العمليه. انت عارف في ناس كده لا روح لفلان بقى يعرف يتصرف معاك. طب لو تشايلد نون كوبريتيف بالرغم من المسكه دي وخوفته وثبته ومع ذلك الواد بيتحرك لو جيت اشيل الفرن بودي ممكن يتزحلق على الايروي وابقى انا السبب في المشكله الكبيره اللي هتحصل. ده لو تشايلد نون كوبريتيف يبقى لازم بينكم لجنرال انافيزيا واحط له كفض اندوتراكيال تيوب. يعني ايه كفض اندوتراكيال تيوب؟ يا عم فاروق هات لي انبوبه يا فاروق الانبوبه والسرنج. يعني ايه كفض اندوتراكيال تيوب؟ طول ما العيان نايم في البنج خلي بالك من حاجه بص يا أمنية خليكي معايا. بص يا دكتورة أمنية تدخلي أنبوبة البنج من الماوس لأنك هتشتغلي من النوز لغاية اللارينكس والتراكية ويكون فيها بالونة منفوخة هنا. ليه؟ لو الفرن بودي وقع منك والعين متبنج وقع اتزحلق ما يقعش على اللارينكس والتراكية فيها كف فيها بالونة. طبعا هو بيتنفس من النص والبالونة منفوخ حوالين التيوب. كف يعني بالونة. سي يو اف اف. فدي كافد تيوب هنوريها لك دلوقتي. دي اصلا معموله ليه؟ معموله علشان الدم والصلايفا ما ينزلوش على التراكيه اثناء الانافيزيا تمام؟ معموله علشان الاكسجين يدخل على اللارنكس على طول اثناء الانافيزيا. شكرا فهمت. هي دي الكاف ودي الاندوتراكيال تيوب بتاع البنج معايا؟ انفخ الكاف انفخ هواء طبعا اتنفخ تاني والعيان بيتنفس من النص. دي بتمنع ان الفورم بودي ينزل طبعا هنا لكن في الانافيزيا بتمنع الصلايفا والدم ينزل وبتمنع ارتجاع الاكسجين ان يرجع تاني كله يدخل على اللنج معاه. خلصت العمليه بتاعتي اديفليت انفليت ينفخ ديفليت لان دي هناخدها في اللاركس في حاجه مهمه ديفليت وبعدين اشدها. سهل الكلام؟ حاجه وقعت فين؟ فوقيها؟ وانا بشدها اه ده هنا ممكن تشيلها بسهوله غير لما تقع تحت في التراكيه. لا دي سهله قوي. وانا هعرف ان في حاجه وقعت هنا او يعني انا الفرن بودي قدامك. هو الفرن بودي قدامك. ايوه وقع منك هتشوفيه. واخده بالك ما انت داخله بالمنظار. معايا؟ طيب يبقى اذا كاف ديندو تراكيال تيوب تو بريفنت فرن بودي انهريشن دورينج ذا بروسيدور. الانبيل الحمراء دي مهمه جدا 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 جدا. اي طفل عنده نيتر اوفنس نيزل تشارج يساوي فرن بودي. نيجي للاورو انترال فيستولا. اورو يعني ماوس، انترال يعني ماكسيلاري انترال. اسمها الثاني اورو ماكسيلاري فيستولا. ايه الاورو ماكسيلاري فيستولا دي؟ معايا امجد صاحي؟ تمام.
ايه الاورو انترال او اورو ماكسيلاري فيستولا اللي احنا بنتكلم عليها دي؟ ده فيستولا بتوين اورال كافيتي اند ماكسيلاري انترال او ماكسيلاري ساينس. اسبابها ايه؟ اسبابها يا اما سيرجيكال تروما، خبطه وخرمت الدنتال اكستراكشن، خلع الضرس تمام مش اي ضرس، يا اكسيدنتال بنتريتنج انجري او ضرب نار رصاصه والقنشن على هنا، وان كان بقول لك شفتها في الاحداث بتاع الثوره. انفلاماتوري تمام، اوستومالايتس في المنطقه دي وخرمت معاه، او نيوبلاستيك كانسر في المنطقه دي وقع السنان مكانه تمام. الكومنست كوز للاورو انترال فيستولا دنتال اكستراكشن تروماتيك، عشان كده بناخدها تبع التروما. انهي سنه اللي تحت الماكسيلاري ساينس؟ السكند بري مولر والفيرست مولر. السكند بري مولر والفيرست مولر، سيب الموبايل اقفليه. السكند بري مولر والفيرست مولر خلاص، يبقى السكند بري مولر والفيرست مولر. اي درس تاني؟ لا، ده اللي في الفلور بتاع الساينس. احيانا الجدر يبقى واصل لفوق مجرد ما دكتور السنان خرم. طيب راديكال انترام اوبريشن، ايه الراديكال انترام اوبريشن دي؟ سبحان الله، دي العمليه اللي خليت ناخد اي تي، دي العمليه اللي حببتني اصلا في الاي تي. وانا امتياز داخل اوضه العمليات لقيت النايب السينيور اللي كان موجود، هو راجل طيب، هو استاذ معانا دلوقتي اكبر مني بسنه، فلقيته فاتح خد العيان كده سلخه وخارم الماكسيلاري ساينس وبينظف الميكوزا وبعد كده بيرجعه تاني، فلقيت الوش رجع تاني طبيعي وبتاع، عجبتني العمليه الحقيقه بتاع خرم العظم والتنظيف وبعد ما خدت الاي ام تي الحقيقه بقت اوبسليت. بس عملتها الحقيقه، عملتها، بس هي مش اوبسليت في كل الحالات، ليميتد. يعني ايه راديكال انتر اوبريشن او الاسم التاني كاندو لوك اللي هناخده؟ احنا هناخد العمليه دي الديتيلز. لو واحد عنده الماكسيلاري ساينس ميوكوزا انفليمد بيرمنت كرونيك، ما كانوش لسه اخترعوا المناظير، كنت بتعمل ايه؟ بتشيل الميوكوزا بتاع الساينس ازاي؟ تسلخ الخد، تفتح من تحت الشفه والحكيمه تشد لك الخد لفوق، عظم الماكسيلا باين بعد ما رفعت البريوستيا، اروح خارم خرم في الماكسيلاري ساينس من قدام، اروح مدخل الكحاله شايل كل الميوكوزا واروح مرجع تاني وقافل. طب ايه رايك لو رجعت تاني وقفلت؟ القفل بتاعك ما قفلش، هيبقى خرم، خرم ما بين الماوس تحت الشفه والساينس معاه، يبقى دي اسمها راديكال انترا اوبريشن. طبعا العمليه دي هناخدها ان ديتيلز، بس مبدئيا فهمتها يعني ايه تمام. اكسيجن اوف دنتال اور دنتيجرس سيست، مش مهم الفرق بين الدنتال والدنتيجرس دلوقتي، هو فرق السما من الارض هناخده بعدين. سيست على جدر السنه، وانت بتشيل السيست خرمت، ما انت ممكن تشيله بسنته معاه فتخرم، يبقى اكسجن ريموفال اوف دنتال اور دنتيجرال سيست. اكسيدنتال تروما بنتريتنج انجري، سيخ حديد او رصاصه دخلت وخرمت معايا. انفلاماتري بقى، اوستومالايتس اوف ماكزيلا او سيفليتيكوستايتس، الحاجه اللي تاكل يا سيفليتيكوستايتس يا اوستومالايتس وخرمت. نيوبلاستيك كانسر ماكزيلا، وقع السنان وخرم. ماليجنانت اورو انترال فيستولا، ماليجنانت اورو انترال فيستولا. ايه الكومنست كوز؟ الصوره هنا خرمان، ده الراديكال انترم. ايه الكومنست كوز لل 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 اورو انترال فيستولا؟ دنتال اكستراكشن. انهي سنه؟ سكند بري مولر والفيرست مولر. طيب دكتور امجد، انت كدكتور سنان لو انت بتخلع الضرس، العينه كل سنانها بايظه، بتخلع ضرس على اليمين، خرمت الساينس، هتكمل؟ اكيد مش هتكمل، مش هتعمل مصيبه ثانيه. يبقى اذا كل الاورو انترال فيستولا يونيلاترال، تخيل كلها يبقى تمام. ما هو حظه مش ابيض وجاله كانسر على الناحيتين، ولا جاله اوستومالايس على الناحيتين، ولو دكتور السنان خلع ناحيه مش هيخلع الثانيه طالما خرم معايا. يبقى اذا يونيلاترال ريجرجيتيشن اوف فود اند فلويد، يجي يشرب الميه تروح داخله على ميه او عصير، تروح داخله على الساينس، ملت الساينس، تروح نازله من ميدل ميتس على النوز، يبقى اسمها ريجرج، ارتجاع، ارتجاع، بس ناحيه واحده ولا اثنين؟ مين اللي يجيب ناحيتين؟ البلد، كليفت بلد او برفوريت البلد، تجيب الناحيتين لانه في النص. اما الاورو انترال فيستولا يوني، فين بسمه؟ سلام. يبقى يوني لاترال ريجرجيتيشن اوف فود اند فلويد، رصايه تنزل بتاع وهكذا. يوني لاترال اوفنسيف نيزل ستشارج، تاني مره اقول يوني لاترال اوفنسيف نيزل ستشارج،
بس المرة دي مش طفل. طبعاً سعادتك في الامتحان هتدخل تلغي مخك، وطالما يوريتر الأوفينسيف نزل تشارج في 3 سنين يبقى أورو أنترا الفيستولا. لا يا حبيبي، 3 سنين يبقى فرنبادي إيتانوس. معايا؟ ده مش طفل، ده كبير. معايا صلاح؟ تمام. يبقى يونيلات اوفنسيف ليها صلاح. يا ولاد اللي عنده تسوس في اسنانه مش ريحه بقه بتبقى وحشه؟ ليه؟ انيروب، انيروبيك انفكشن. تسوس الضرس ده مش سوس، لا ده انيروبيك اورجانيزم بيعمل نكروزس لعظم السنه. طب ما الانيروب ده طلع على الساينس بالفيستولا معايا، فعمل اوفنسيف الريحه اللي كانت هنا بقت هنا، يجيب اوفنسيف نيزل تشارج من مناخيره. افتح بقك عيان وهو نفسه حاسس بصديد discharging the fistula through the mouse. على فكرة العيان ده يجي ينف كده يسرب هواء من الفيستولا، يجي ينفخ كده يسرب هواء من مناخيره وبرابيره وبابلز. معاه؟ حياته مش حلوة خالص. تمام. طيب الساينس، افتح بقك عيان اشوف الفيستولا، اشوف فيستولا هنا الصورة اللي فاتت دي. افتح بقك عيان لقيت خرم، بس انا ما اعرفش الخرم ده واصل لفوق ولا لا، ما يمكن مجرد ديمبل ديبريشن. تمام. تروح ساعتها جايب بروب، البروب ده حته حديده صغيره كده من الالات بتاعتك، وتروح مدخلها جوه الديبريشن ده تشوفها واصله لفوق ولا لا. هتلاقيها واصله لفوق، بقول لك ما تعملش بروبين، ما تعملش الحركه دي تاني لانك كده بتوسع الفيستولا. معايا؟ يبقى اذا ما تعملش بروبين. بروب كان بي باست فروم ذا ماوس تو ذا انترا نوت بريفيرد ان انفستيجيشن سي تي ان. ده لسه ما حصلش انفكشن في الساينس، ده حصل انفكشن في الساينس. معايا؟ بص اهو، اما ده هواء اسود. معايا؟ الضرس التاني مسوس كمان اهو. يبقى اذا سي تي، السي تي لها ميزه بتديتكت الاكزاكت سايت وسايز اوف ذا فيستولا والاسوشيتد ساينوسايتس. سايت سايز اوف ذا فيستولا والاسوشيتد ساينوسايتس. اسرع اسمع معايا. التريتمنت، جات لي بنت في اخر سنه صيدله قريبه حد كان طالب معانا في الكليه، كانت عنده دكتور السنان الساعه 2 الظهر، خلع لها ضرسها، روحت البيت بتشرب ميه رجع من مناخيرها، فجات لي بالليل على العياده في نفس اليوم. قالت لي يا دكتور انا كنت عند دكتور السنان بشرب الميه بعد ما خلع لي ضرسي، الميه بتنزل من مناخيري، ببص لقيت في فيستولا ودم احمر وبتاع. ده كويس قوي انها جات لك في نفس اليوم، دي ممكن تلم لوحديها لانها لسه فريش. امنعها من الفلويدز شويه، خليها تاكل سيمي سوليد علشان الميه ما تعديش وتعمل انفكشن. معايا؟ ممكن تيجي سبنتينيوس وتديها انتباتك. يبقى اذا لو ريسنت فيستولا في خلال 24 ساعه افتر دنتال اكستراكشن، لو سمول فيستولا هتجيب لوحديها، هيحصل هيلنج لوحدي. معايا؟ بس ما تقعديش تلفي بقى وتنفخي بتوسعي الفيستولا زي بالظبط الدرام بيرفوريشن، فاكر افويد بلوم. تمام؟ عايزه ايه؟ صوره حقيقيه؟ اه طبعا. ده انبوبه البنج اهي، ده وهي متبنجه. لا ما في دلوقتي بيبيضوا السنان، ما اعرفش بيعملوا ايه، وانت في مول العرب كده فيك شك كده بيقول لك بياض السنان ب 10 جنيه و... ده مش كويس ده اكيد. ما اعرفش انا، ما اعرفش انا مش بتاع سنان، ما اعرفش حاجه. طب دكتور دكتور السنان ما بيحسبش باله ان هو في تيست لاين؟ لا بياخد باله. طب ما ليه ما بيعملش؟ ليه ما بيقولهاش عشان تتصرف؟ في ناس بيعملوا فلاب ويخيطوها على طول، وفي ناس ما بيعملوش. ولاد انا اسف بس في الكلام اللي انا هقوله، ما تتخيلوش ان دكتور السنان زيكم. انا اسف لو حد ابوه او مامته سنان، اوعى تتخيل انه زيك. دكتور السنان قله قليله منهم اللي بيعرف ياخد غرز بالمناسبه، هو متعلم يحشي يخلع يعمل البريسز بتاع، لكن حكايه ان ياخد غرز والكلام ده حديث عليه. يعني وانا نايم كان دكاتره السنان لسه بيتعلموا السوتشرنج عندنا، يعني فيلد الجراحه عندهم مش زي عندنا مثلا تاخد غرز وانت ماشيه في الشارع والكلام ده، بس فيهم ناس اتعلموا الحقيقه، فيهم ناس اتعلموا. ربنا يديله صحه الراجل اللي قاعد في امريكا ده وجا وقعدوا يحاربوه اول ما جه، لا علمهم الجراحه، بس ده كان بيجيبهم عندنا علشان يتعلموا. معايا؟ الكلام ده من 20 سنه. فيعني ما تفتكروش ان زيك وياخد غرز بسهوله، ده الغرز دي عنده عمليه. عمليه يعني، واخد بالك؟ يعني مش طيب نكمل؟ انت شغال اسنان يا صلاح بعد الظهر؟ الله
الله يديله الصحه كان في استاذ لما رحت اعمل بابل كواليفيكيشن زمان في اسنان فكرت اعمل بابل كواليفيكيشن ومشيت فيها وبعدين عقدوني فسبت لهم الكليه ومشيت. فقال لي كلمه قال لي احنا عاملين زي اللي رقصوا على السلالم لا احنا خدنا طب ولا احنا ما بقناش لك يعني في النص يعني الاسنان ده واخد جزء بس. انتوا عارفين ان في اسنان كتير قوي دول في دول العالم بتخرج من كليه الطب عارفين كده؟ يعني لازم ناخد كليه الطب وبعد كده اسنان مش زي عندنا فاهمين الكلام ده طبعا اكيد يعني. طيب المهم اسمول فيستولا بيتيلس بنتيلس لارج فيستولا. لارج فيستولا يا قريش لازم انت اللي تخيطيه. لارج فيستولا لازم انت اللي تخيطيه تقربي الاتشز من بعضيها وتخيطيهم معايا. سيرجيكال كلوجر ممكن تحتاجي تاخدي فلاب علشان تغطي الفلاب ده بتجيبيه منين؟ يا اما من البكر ميوكوزا لاترالي بص لايدي هنا لان السؤال ده جاي مسكوه في امتحان الصور. بكر ميوكوزا دي تاخده من هنا وتلفه كده اهو خده اهو ده فلاب خده من الخد. تعبانه ليه؟ انت لسه قعدتي؟ ماشي سلامت. يبقى ده البكر ميوكوزا خده كفلاب. طبعا فلاب يعني ليه بلاد سبلاي. فلاب ايه الفرق بين فلاب وجرافت؟ الجرافت ملوش بلاد سبلاي. الجرافت بتجيب حته وتحطها في حته ثانيه مع نفسك ده الجرافت. اما الفلاب بتشده بالبلاد سبلاي بتاعه يعني ستيل كونكتد للتشيك من جوه معايا ده اسمه ايه؟ فلاب. فهمت الفرق بين فلاب وجرافت؟ جرافت ملوش بلاد سبلاي. فالفلاب ده من البكر ميوكوزا يا اما فلاب من البلد ميكوبريوستيا يا ميديالي من الميكوبريوستيا من البلد يا لاترالي من البكر ميوكوزا تمام؟ ده لو راجع في ستوري. لو اولد بقى ده لو ريسنت لو اولد كيسز. الاولد كيسز مشكلتها فيها يا اولاد الخرم اهو اعتبري ده اولد يا دكتوره ايه حصل فيبروس حواليه الفيبروس تيشو دي هي اللي منعت الهيلينج معايا؟ اروح انا اعمل له ايه؟ ريفريشننج للايدج وسيرجيكال كلوجر تشيل فيبروس الايدج لازم تخليه فريش كانه جرح جديد وتعمل سيرجيكال كلوجر يتقربهم من بعض يا اما فلاب من بره او من جوه معايا؟ جرافت ولا؟ جرافت كانوا بياخدوها زمان بتفيل احنا محتاجين حاجه لها بلاد سبلاي. طب انت عندك تشيك من جوه البكر ميكوزا والميكوبريوستيا بتشد منه كفلاب بس في حاجه مبروك انت قفلت على انفكشن جوه الساينس مش في ساينسايتس؟ لو قفلت على انفكشن هيفرقع تاني الساينس هيفرقعه. اذا قبل ما تقفل لازم تنظف الساينس. تنظف الساينس ازاي يا سلمى؟ تسلخ تشيك تخرم الانترول بتاع الساينس تشيل كل الميكوزا وبعدين تقفل وبعدين تقفل الخرم. اذا عملت عمليه ايه كده؟ راديكال انترام اوبريشن. سبحان الله الراديكال انترام اوبريشن من ضمن الاسباب وبستخدمها في العلاج. لازم قبل ما تقفل الخرم تنظف الميكوزا براديكال انترام اوبريشن. فاهم حاجه يا امجد؟ تمام؟ طيب لو فيلد كيسز عملتها له كذا مره وتفشل وتفرقع تمام؟ في الحاله دي اكلم دكتور السنان اقول له ركب لي طقم اسنان يسد لي الخرم. الطقم ده ممكن يبقى سنه واحده ممكن يبقى سنتين. السنه تركب هنا بسلك مع السنه اللي قدامها وسلك مع السنه اللي وراها. طب ما انت قافل على انفكشن ما انا هفهم العيان يفتحها كل شويه يشيلها ويغسل الساينس يعمل ووش تمام بقى الكلاينز دوش وميه وملح وكلام من ده وبعد ما ينضف يحط السنه معايا علشان الريحه اللي بتطلع والحاجات دي. اذا اسمه دينتال اوبتوريتور طقم وده لو فين ده أسوأ حاجه ايه؟ الدكتور دكتور حياته كده بيعمل الحاجات دي؟ للاسف للاسف معايا ما هي فيلد كل ما تقفلها له مجرد تفشل تاني وتوسع وهكذا. وهي دي هتبقى قافله فعلا؟ هتبقى قافله وهو بياكل ميه مش هترجع ما هي قافله. بس المشكله ان كل شويه عايز يشيلها مرتين في اليوم مثلا ويغسل علشان التجمعات بتاع الانفكشن. هو دلوقتي هي الطقم ده قافل الانفكشن ليه هيحصل انفكشن؟ لان اوريدي كان في انفكشن وانت ما شلتيش الميكوزا اللي انفليمد كراديكال انترام. ولو عملت راديكال انترام في لايبيليتي ان تبقى ري انفكتد. ماله؟ ماله؟ بعمل ريفريشننج الايدج يعني الايدج دلوقتي ده حصل فيبرس تيشو فورميشن
انا هشيل فايبروزس. كونك تشيل فايبروزس معي فريش، بتخليه فريش وتعمل سيرجيكال كلوجر، بس تنظف الساينس قبلها اللي انا قلته معايا. سي سي فراينوريا، سي سي فراينوريا ريا يا مسيلان راينونوز، زي ما خدنا سي سي فوتوريا في سي سي فراينوريا. تمام. السي سي فراينوريا لو انت دكتور جراحه عامه، لو انت دكتور مخ واعصاب، لو انت دكتور اي ان تي، هيقابلك حالات سي سي فراينوريا. تمام. الديفينيشن ده عباره عن ليكج اوف سي سي ثرو ذا نوز. ايه السورس اوف سي سي؟ الاوريجن بتاع سي سي طبعا ممكن الكريبريفورم بليت اللي هروف اوف ذا نوز، اتكسر ونزل سي سي، اتكسر والديوره اتمزعت تمام وراح نازل سي سي، يبقى الروف اوف ذا نوز اللي هو كريبريفورم بليت. ينفع الروف بتاع الساينسز؟ الساينس اتملى سي اس اف ونزل من ميدل ميتس على النوز. انهي ساينس؟ فرانتال ممكن، الاثمويد انتروبوستيرو ممكن، الاسفينويد ممكن، ماكزيلاري ممكن؟ لا ازاي؟ ده تحت ملوش علاقه بالبرين. ايه؟ لا الماكزيلاري ساينس تحت هنا ملوش دعوه. تمام؟ يبقى اي ساينس ما عدا الماكزيلاري، اي ساينس ما عدا الماكزيلاري. ممكن الميدل ايه يا دكتور؟ فاكر الترانسفيرس فراكشر الودن اتملت سي اس اف والدرام انتاكت، فالميدل ايه اتملت سي اس اف راح نازل من الاستيكان توب على النوز، سميتها ايه وقتها؟ سي اس اف اوتو راينو ريا. فاكره يا ريش؟ تمام كده يا صلاح. طيب ايه الكلينيكال بيكشر؟ اللي هيجي له سي اس اف راينوريا يا اولاد هيجي يونيلاترال، صعب جدا باي، لان لو باي اتصفى مات، هو عدى في سي اس اف لازم يبقى يونيلاترال، لو حادثه عربيه وجابت له باي هيتصفى، يبقى اذا كلها يونيلاترال. السي اس اف لونه ايه؟ ليس له لون، كلير ووتري كلرلس. تمام. يبقى اذا السؤال مهم والبروبلم سولفنج مهمه. تمام. يونيلاترال ووتري نيزل تشارج كلير كلرلس، هي ووتري، يعني ثلاث معاني ووتري كلير كلرلس. تمام. هاز سولتي تيست، لما بينزل يا دكتور من بوست نيزل من الكوينه بحس طعم مالح في بوقي. ليه مالح يا قريش؟ عشان الكلورايد كونتنت، كلورايد كونتنت اوف سي اس اف اللي هي كام؟ 750 ملي جرام برسنت. تمام. هاز سولت تيست داز نوت ستيفن ذا هاند كارشف. لو انا نفيت بالمنديل يا دكتوره ايمان، لو انت نفيتي وكانت مخاط برابير وسبتي المنديل ده على الترابيزه بعد نص ساعه جيتي له، هتلاقي المنديل ايه؟ ناشف، مخاط نشف ستيف. هنا مفيش مخاط، داز نوت ستيفن، معاه مش هينشف لانه ده ميه. بتزيد بالكافنج والستريننج والليننج فوروردز، بتزيد بالكافنج بالكحه تلاقي نزل، ستريننج الحاسقه نزل لان البريشر بيزيد، والليننج وانا بصلي يا دكتور ما بعرفش اصلي، اجي اصلي حنفيه. فيكم حد جاله سي اس اف راينوريا قبل كده؟ ايوه في انت مش كده؟ ده انا كان عندي طالبه الاسبوع اللي فات عندها سي اس اف راينوريا. ايه؟ واي ووتري تشارج من النوز يبقى يوني، علشان كده بتقعدي تعملي ستريس للعيان. العيان يجي يقول لك ايه؟ الناحيه اليمين بتجيب ميه يا دكتور، تقول له ناحيه واحده؟ اكيد اكيد ناحيه واحده. طب وانت موطي برضه ناحيه واحده ولا احيانا الثانيه حتى لو قليل؟ ناحيه واحده يا دكتور. خلاص يا سي فراينوريا، اوعى تتخيل انك لما بتكشفي بتلاقي خرم في كريبر فورم بليد، ده حاجه زي سن الابره، انت لو شفت الخرم مات. لو ناحيتين ده حاجه ايه؟ لو ناحيتين ساعتها يبقى نزلت بارد. ايه الكومن ستوكوز للبايلاترال لوتر نيزل تشارج؟ كومن كولد، كلنا بيجي لنا برد وناحيه، في حد بيجي له برد على ناحيه واحده؟ لا غير صلاح؟ لا معايا؟ تمام؟ ايه استحاله، بقول لك ايه، سؤال ام سي كيو جه، يمكن اكتر سؤال ام سي كيو جه في المنهج. اي يونيلاترال لوتر نيزل تشارج تساوي سي اس اف راينوريا. خلاص انتهى الموضوع، سي اس اف راينوريا. معايا؟ هي لازم تبقى حنفيه ولا؟ لا مش شرط، على حسب. بس الحنفيه بتحصل لما توطي، يفضل يتجمع يتجمع يتجمع، اول ما توطي تروح نازله حنفيه. علشان كده التست المشهور امسك منديل في ايدي اول ما العين يجي لي واقول له اصبر كده دقيقتين ثلاثه، امسك نفسك وبعد كده روح
يروح نازل حنفيه. انا سبته كده دقيقتين ثلاثه عم يحوش، بعد كده اروح موطي له راسه مره واحده. معايا؟ طيب يبقى نقول تاني، نقول تاني. يونيلاترال ووتر نيزل تشارج كلير كلرلس مالح سولتي تيست داز نوت سيفن ذا هاند كارشف، تمام، ويزيد بالحزقه والكحه والتوطيه. طيب دكتور انت بتحط لي مبادئ للبروبلم سولفنج، والسؤال ده ما جاش بروبلم سولفنج وبس، ده جائسي كمان. يا دكتور احمد ابو ده اصحى، صداع يا احمد، العين ده يجي له صداع، سبحان الله يا اخي، العين اللي سي اس اف بتاعه نازل، البريشر بتاع السي اس اف يقل ولا يزيد؟ يقل فيجي له صداع. ما هو لو سي اس اف بريشر يعمل صداع، وممكن سبب السي اس اف راينوريا يكون تيومر في البرين كانسر وعمل ايروجن للكريبريفورم بليت، يبقى البريشر هنا ايه من الكانسر عالي، سببين عكس بعض. يعني اذا العين ده عنده صداع، يا اما هاي سي اس اف بريشر يا لو سي اس اف بريشر. الهاي سي اس اف بريشر لان سبب السي اس اف راينوريا كان كانسر تيومر، واللو سي اس اف بريشر ممكن ما يكونش كانسر، يكون الليكج هو اللي عمل لو سي اس اف بريشر وصداع. طيب ايه الكومبليكيشنز؟ المخ مفتوح على الشارع، يا ريت على الشارع، ده مفتوح على منطقه قذره شكمان مليان اورجانيزم، فالعين ينف نفه، مبروك الانفكشن طلع على المخ، مننجايتس، ده حاله خطر. معاه؟ نف نفه، الهواء اللي في المناخير طلع على المخ، تكيس هوائي جوه المخ، ممكن يحصل تكيس هوائي جوه المخ من كتر الحزقه والنفه. انتراكرينيال ايروسيل، تكيس هوائي، ايرو سيل، سيل يعني كيس. انتراكرينيال ايروسيل ده من ضمن الكومبليكيشنز. معايا؟ مننجايتس هي الاهم، هي اللي تهمني قوي لانها ممكن تحصل بسهوله كومن، يعني جالها عين سي اس اف فرايوريا دخل مستشفى الحميات بمننجايتس مرتين وعاش. معايا؟ يبقى مننجايتس او انتراكرينيال ايروسيل افتر بلونج اوف ذا نوز، علشان كده عين سي اس اف فرايوريا تقول له ايه؟ دونت بلو نوز. معايا؟ اياك تنف، ما تنفش خالص، ما توطيش، ما تحزقش، اي كحه او عطسه افتح بقك جامد علشان البريشر يطلع من هنا ما يطلعليش هنا. طيب ايه الانفستيجيشنز بتاعت السي اس اف راينوريا؟ بص يا دكتور ابراهيم، نمره واحد انا عايز اتاكد ان الفلويد اللي نازل ده ايه؟ سي اس اف، يبقى حلل الفلويد بايوكيميكال اناليسيز للديسشارج. حللت الفلويد وطلع سي اس اف، عايز اعرف جاي منين؟ يبقى اعمل له سي تي اشوف الخرم، سي تي بسبها لان الخرم صغير قوي 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 ممكن ما يبانش، تمام؟ او اعمل له منظار بعد ما احقن صبغه ولون السي اس اف. يبقى اذا الانفستيجيشن الاول عايز اتاكد ان ده سي اس اف، الاثنين التانيين عايز اشوف جاي منين، الخرم فين. معايا؟ طيب بايوكيميكال اناليسيس للديسشارج، هخلي العيان مريح كده خمس دقائق وبعد كده اجيب انبوبه معقمه من المعمل، تمام، واروح حاططها هنا واروح موطي له راسه مره واحده، الانبوبه نزل فيها شويه، اروح قافلها وهي معقمه، اقول له روح المعمل يحللها لك، المعمل يرد عليا في الريبورت في التقرير بتاعه يقول لي ايه؟ كلير فلويد كلرلس ووتري، ما بيحتويش على ميوكاس يا دكتور، ده مش مخاط، ما بيحتويش على ميوكاس، بيكونتين شوجر اكتر من 30 ملي جرام برسنت. هو النورمال سي اس اف بيحتوي على جلوكوز قد ايه؟ 40 ايه 85 دي؟ ده امتياز 85 80 البروتين 40 الجلوكوز 80 والكلورايد من 700 750 مش كده؟ طب امال ايه 30؟ الله مش مور ذان 30 يعني 80؟ اه ايه الكلام ده؟ اصل البرابير العاديه بتاعتك بتحتوي على ميوكوبوليساكرايد اقل من 30. المخاط العادي بتاعك ده ايه؟ بيحتوي على سكر اقل من 30. لو السكر طلع اكتر من 30 يبقى ده سي اس اف. حد فهم حاجه؟ فهمت يا اي هيتش؟ المخاط العادي بتاعك اللي انت بتنفه ده في المنديل ده بيحتوي على سكر اقل من 30. طيب الديستشارج ده طلع السكر اللي فيه اعلى من 30 يبقى ده سي اس اف. وصلت يا احمد؟ ليه؟ لان ممكن وهو نازل يختلط بافرازات ثانيه السكر يقل عن 80. افرض جت الكيس وكانت كومبليكيت منجايتس، ساعتها الكارت اساسا هتختلف. لازم تعالج المنجايتس ده مش تبعي، تبعته للكميات. ساعتها بص مش ودنك منين يا جماعه؟ المننجايتس مستشفى امبابه.
تخف المينجايتس تجي لنا. مفيش فيها كلام. تمام؟ ليه؟ حتى المينجايتس اللي ديو تو اوتايتس ميديا المفروض يتحجز في مستشفى امبابة. انت انا ضامن ما يمكن ابيديميك المينجايتس زي ما حصلت في المعادي من 7-8 سنين والمعادي اتقفلت والمدارس قفلت. فاكر لما جاله مينجايتس؟ انا ما اضمنش لما طفل جاله مينجايتس. انا ما اضمنش، ما يمكن مش كومبليت اي مينجايتس. فما تقوليش عالج المينجايتس زي ما قلت لك، ما تقوليش عالج الاستاكس في الفراكشر. هو اظن ان هو لما يبقى عنده مينجايتس في لما يجي يعمل انفستيجيشن مش هيبان فيه، مش هيبان نفس الكاركتر. يا لهوي يا اولاد، يا لهوي يا اولاد على تفكيركم. يعني حبكه لمؤاخذه تعمل له الانفستيجيشن وهو عنده مينجايتس؟ طب ما تعالج الاول اللي هيموته. يعني اللي هيموته مين؟ مينجايتس، عالجه الاول. انت فاهم؟ يعني ليه يعني حبكه زي عيان جاي له عامل ايه اس ار وهو عنده لوز. بقول له مين اللي طلب كده؟ يقول لي دكتور الاي ان تي. طب هو لازم الاي اس ار يطلع عالي. بتعمله وانت عندك التهاب ليه؟ ما تستنى التهاب يخف. انت فاهم؟ طيب بيحتوي على سكر اكتر من 30 ملغ برسنت، بيريديوس الفيلنج سوليوشن علشان السكر العالي اللي فيه. تمام؟ اي سكر عالي بيختزل محلول فيلنج زي ما انت خدت في البايو كيمستري في سنه اولى وثانيه. لون فيلنج بيتغير. بيكونتين بيتا 2 ترانسفيرين. رئيس اسم سابق بيسال السؤال ده في امتحان الشفوي. يقول لك ايه الانفستيجيشن الوحيد اللي خليك تقسم وتحلف بالله ان الفلويد اللي نازل ده سي اس اف لو طلع فيه بيتا 2 ترانسفيرين؟ بالالكتروفوريسز. جميع انسجه جسمك بتحتوي على بروتين اسمه بيتا 1. الجلد، الدم، اللي مش عارف ايه، كله بيحتوي على بيتا 1 الا البرين تيشو والسي اس اف. بيحتوي على بيتا 1 وبيتا 2. يبقى لو طلع فيه بيتا 2 يبقى ده دايجنوستيك، خلاص انتهت. للاسف الشديد علشان تعمل بيتا 2 ترانسفيرين ده العينه بتتبعت فرنسا او بتتبعت بره. تمام؟ وبتجي لك النتيجه بعد 10 ايام. بس مش مشكله، او دايجنوستيك. يبقى اذا لو طلع بيتا 2 ترانسفيرين ده دايجنوستيك، انتهى، ده سي اس اف. بس بيني وبينك احنا مش محتاجين بصراحه. اي واحد يونيلاترال لوتري نزل شارج سي اس اف برايمري، ده الموضوع معايا. طيب سي تي وز انترافيكال ميتريزمايد. ايه الميتريزمايد دي؟ صبغه هحقنها لك انترافيكال هنا واخليك توطي كده. لما وطيت الصبغه دي راحت هنا 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 وراحت نازله من هنا، اروح مصورك سي تي، تروح الصبغه باينه. ما انا لو صورتك من غير صبغه الخور مش هيبان لانه زي سن الابره. راحت باينه هنا، لقيت الفرانتال ساينس هو اللي مخروب. هي دي الصبغه بتبان في بيضه اللون. اسمها ايه الصبغه؟ ميتريزمايد او اومني بيك باللغه التجاريه. تمام؟ ميتريزمايد. خلاص؟ فهمت؟ ما تتحقنش اي في، لا انترافيكال. تمام؟ طيب خدتوا الدندريتك ألسر في الكورنيا في الرمد ولا لسه؟ القرحه الشجريه. القرنيه دي اسراء كلير ولا لها لون؟ كلير. امال بشوف بقى ازاي؟ اذا لو جالها قرحه مش هتعرفي تشوفيها، الدندريتك ألسر القرحه الشجريه. علشان كده بيحطوا لها فلوروسين، الفلوروسين لونه اخضر مصفر فيرسم لي القرحه. رحنا جايبين الفلوروسين بس مخفف، هو بتاع الرمد بس اخف، ورحنا حقنينه هنا ورحنا مخلينه العين يوطي، فاللون راح نازل من هنا هنا. لو لي سي سيف وراح نازل من هنا، رحت مدخل منظار لقيت اللون خارج من الخرم ده، يبقى هو ده. ما هو اصلا قبل كده لو انا حطيت المنظار السي سيف كلير مش باين، فانا لونته معاه. يبقى اذا انتراثيكال داي، داي عن سبرا اللي هو مين؟ الفلوروسين. واعمله ليزر اندوسكوبي معاه. طبعا انت ما بتخليش العين يوطي على الارض زي السجود، لا، ده انت الشيزلونج او ترابيزه العمليات اهي، وتخلي العين كده راسه كده نايم على بطنه من وقت كده، واروح مدخل الاقي الصبغه نازله من النوز. لا ده منظار، ده في اوضه العمليات قبل العمليه على طول. اما ده اشعه، افرض الاشعه ما بينتش. طبعا الفشل منظار لو دي بينت ما عملتش ده، انتهى. لكن ده انا اللي بعمله، ده دكتور الاشعه اللي بعمله، انا اللي بقول له يعمله. الميتريزمايد الايه؟ لا الميتريزمايد مش هيبان، ده هو يبان في الاشعه. لكن الميتريزمايد ما هو زي الميه. يبان فض اللون في الاشعه. معاه؟ علشان الشعاع بيلمع. فالحقيقه لو بان بده احسن من ده، لان ممكن تدخله اوضه العمليات وتبلجه وتحقن والاخر ما يبانش.
فلو بان في ده شكرا انتهت. طيب نيجي للتريتمنت بقى، العلاج. العلاج في علاج اسمه علاج تحفظي كونسرفاتيف، تمام، تحفظي ميديكال يعني، وفي علاج سيرجيكال لو التحفظي فشل. دلوقتي لو حادثه عربيه حالا والعيان جاي لك الاستقبال حوادث بسي سي فراينوريا، تعمل له ايه؟ ممكن يخف لوحدي، ممكن الفراكشر والتير بتاع الديوره، جرح الديوره صغير فيخف لوحدي، استنى عليه من اسبوعين لثلاث اسابيع بيهيل سبنتينيوس، بس في خلال اسبوعين ثلاث اسابيع دول ممكن يجي له مننجايتس. فاولا نخليه كومبليت بدريس في السيمي سيتنج بوزيشن، يصلي وهو نايم على السرير ما يوطيش لان هينزل سي اس اف ويوسع وهكذا، يبقى سيمي سيتنج بوزيشن مع الهيد اب. في كحه تتعالج، في امساك يتعالج، افويد الكافينج والستريننج، يبقى افويد الليننج فوروردز، افويد الكافينج والستريننج معايا، افويد بلونج اوف ذا نوز، اوعى تنف الانفكشن اللي هنا هيطلع هنا المخاط والهواء. افويد اي نيزل ميديكيشن، ما تحطليش نقط في المناخير حتى لو عنده بيستاكس ما تحطش، ليه؟ لان هو يعمل كده نقط تاخد الانفكشن وتطلع. ما تحطلوش نيزل باك حتى لو بينزف، ليه؟ النيزل باك بيعمل انفكشن نو اريشن معايا؟ تمام. يبقى اي نيزل ميديكيشن ممنوع دروبس اور باكينج. اديله بروفلاكتيك انتيبيوتيك علشان امنع ان يجيله مننجايتس يا ابراهيم يا نيهان. معايا؟ طيب دكتور ابراهيم ده اسمه كونسرفتيف تريتمنت، سيرجيكال بقى. الكونسرفتيف تريتمنت فشل في خلال اسبوعين لثلاث اسابيع، ادخل اسد الخرم. ماليش دعوه بالمنجايتس، المنجايتس خفت، لازم تتعالج الاول، ده لو حصلت. اغطي الديفكت ده يا بجرافت، ودي اقل ديورابيلتي، اقل يعني اكثر فشلا، تمبورال سبيشال اللي مالهاش بلاد سبلاي. اللي غلبانه في عشيتها معانا جرافت تمبورال سبيشال. تمام؟ طيب طب ما اجيب في لاب احسن يا اولاد. انا عايز ارسم لك الرسمه دي لانها مش باينه هنا. ده الكريستا جالي. تمام؟ اهو وده الكريبريفورم بليت. ده النيزل سيبتم من ورا. وده الكريبريفورم بليت اهو. مخرم من هنا خلي بالك. علشان الكريبريفورم بليت نازل منه الفاكتور فيلمنت. هنا في حاجه اسمها ميوكوبريوستيا. مغطي السيبتم من ورا. خلي بالك السيبتم من ورا عظم بربيتيكولار بليت وفيث مويد اللي هي دي. الخرم هنا. والسي اس اف نازل من هنا. اروح جاي ده الميكوبريوستيا اللي مغطي السته من ورا. اروح جاي رافع فاتح من هنا ورافع الميكوبريوستيا ده. وجايبه كده. ياه. ده فلاب ولا جرافت؟ فلاب لان لسه ليه بلاد سبلاي. معايا؟ لفيته وممكن الزقه فايبرنج جلو كمان. حاجه هيومن كده بتتلزق بيها. وممكن احشره طق وخلاص. معايا؟ يبقى اذا ده فلاب، فلاب منين؟ من ميوكوبريوستيام اوف ذا سيبتم اوف ذا نيزل سيبتم. في ناس بيجيبوه من الميدل تربنت فلاب برضه ويرفعوه ويغطوه بالديفكت. المهم تغطي الخرم اللي حصل. تمام؟ طيب على فكره ما حدش يقول لي والسيبتم هيفضل من غير ميوكوبريوستيام، ده لما في ميوكوبريوستيام من الناحيه الثانيه بيغذي. بيغذي العظم ده فمش هيحصل مصيبه. معايا؟ طيب يبقى ميوكوبريوستيام سيبتم الفلاب لو كونسرفتيف فين؟ بتتعمل يا اما اندوسكوبيك بالمنظار واقعد ارفع بالمنظار، تمام، يا اما اكسترنال افتح من بره، وده كان زمان، دلوقتي كله اندوسكوبيك. كان زمان قوي 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 دكتور مخ والاعصاب اللي بعملها مش بتاع الاي ان تي كان يفتح من هنا حاجه مقرفه قوي ويروح شايل الفرنتال لوب لفوق ويروح جايب فاشيه لاتا ويروح لاغي الكريبريفورم بليت خالص. طبعا العنايه هيطلع بقى نوزميا ما عادش يشم، بس كان نتائجها 100%. ما خلاص قفل والعيان كان بيجي له بيرسوناليتي تشينجز لانه لعب في الفرنتال لوب، حرك الفرنتال لوب، فالعيان بيجي له شويه سايكولوجيكال ترابل. فانا دلوقتي عملتها بالمنظار ده اسهل بكتير قوي، ما فيش لا جرح ولا حاجه، يبقى اندوسكوبيك. خلاص فهمتوا يعني ايه ميكوبريوستيا سيبتا الفلاب يا امجد؟ ولاد انا عايز اسالكم في حاجه، ايه الاونلي كوز اوف يونيلاترال ووتر نيزل ستشارج؟ سي سي فراينوريا. وايه الكومنست كوز اوف بايلاترال ووتر نيزل ستشارج؟ كومن كول. تاني واحد حساسيه الرجيك راينايتس او انترنسك راينايتس. رابع واحد العياط، اللي بيعيط بيتشحتف مش كده؟
لما ما يذاكرش ان تي احمد يا جاد فاهم. امال عمال تقول لي اه وايه وتهز راسك يا ولاد ارجوكوا اسالوني في اللي انتوا مش عارفينه وبلاش تعدي ماشي بلاش تعدي والنبي. بص ده الميزه السته من ورا وده الكريستا جال اللي فوق اهو ده الكريبر فورم بليت وده الكريبر فورم بليت. لقيت فينا خرم اللي بينزل سي اس اف رحت رافع الميوكوبر اوستيام اللي كان مغطي السبتم ده فتحته من هنا ورفعته ورحت لافه كده فهم ستيل اتاتشد لهنا فهو فلاب ليه بلاد سبلاي معايا. ده مش هينزل بقى في الباوتش دي مش هينزل ايه؟ هينزل سي اس اف برضه في الحته الحته دي. لا هو مبقاش كده ده انا رسمه لك كده ده كل ده بيتشد كده اهو يعني رسمه رسم كروكي يعني اهو بص لا يعني حاجه محترمه وبعدين بتحط شويه فات يعني بتعمل فيبروزس تحشي حاجه اسمها جينفوم ماده صناعيه كده بتنزل انت فاهم حاجات كده يعني الموضوع موضوع لذيذ جدا يعني. الحقيقه التقسيمه دي يا اولاد نص صفحه ده مجرد قراءه يا دكتور هيتش يا هيتش خليك معايا يا هيتش. ما نص حصه احنا لينا نص حصه لسه ما خدناش ريست معايا ايه ده هو في نص حصه النهارده احنا مش متفقين امبارح على كده ايه يا اولاد لازم يوم السبت نكون خلصنا نص. انا عايز اقعدكم في البيت اطول فتره ممكن مش عايزين. طيب انت صاحي من بدري ومبهدل نفسك علشان ما يعني انتوا قلتوا لحد قبل كده ودلوقتي الاربع ماشي نعمل الاربع كمان. لا يا ولاد حتى لو خدنا نص الحصه ده النهارده يبقى لسه لنا حصتين تمام الحصتين اللي عليكم وبعد كده هنخلص برضه يوم السبت من غير حصص زياده هنخلص النص يوم السبت ان شاء الله باذن الله. ويوم الاحد اعملوا حسابكم امتحان اير ونوز. لا 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 اير ونوز لو عايزينه بفلوس بجد نعمله ماشي يعني انا بنبه من دلوقتي كل حصه نص تذاكر معاها اير. ايه يا اتش مش لحد يعني شويه ما هو لو شويه يا ابني يبقى مش هتذاكر الفروض خميس وجمعه دول ما تخرجش تتفرج على حاجه ما تتفسحش وتذاكر اير ونوز. احنا جايين هنا علشان نجيب ايه امتياز عالي انت والا ما نصحاش بدري يا صلاح صح. ما بداتوش تحبوا الام تي يا اولاد؟ ده برانش جميل جدا الحقيقه برانش رائع مش عارف يا امجد انت نظريتك مختلفه ليه؟ اصل عمال تضحك كده ضحكه انت عارف بتفكرني بطالب كليه التجاره اللي بقول له يعني ايه بكلمه في الطب فاهم؟ بص يا امجد النص صفحه ده يا جماعه تقسيمه علشان نفهم الموضوع ماشي ازاي بعد كده لكن ما تحفظوش ده مجرد تقسيمه علشان تفهم الموضوع تقراه. ايه الانفلاماتوري ديزيزز؟ بقول لك يا صلاح ما بتشوفش واحد جاله دم هنا؟ الدم ده بيحصل من الميوكوزا ولا من السكين؟ سكين. ما فيش فرانكل يطلع من الميوكوزا لان الفرانكل ده ستافيلوكوكال انفكشن في الهير فوليكل يبقى يحصل فين بس؟ في الفيستيبيول. عارف الفيستيبيول اللي طالع منه الشعر؟ جدر الشعر. الجماعه اللي عمالين ينتشوا في شعرهم كده ليل ونهار هم دول بيجي لهم فرانكل فرانكلوزس والدايابيتك فيستيبولايتس. الفيستيبولايتس ده كان والله بالظبط هي هي كان بقول له كلايزد اوتاي اكسترنا فرانكل وديفيوز اوتاي اكسترنا. الديفيوز هي الفيستيبولايتس معايا وهنشرحها دلوقتي. كل الفيستيبول انفليت مش الهير فوليكل. طيب ده انفكشن في السكين. اما انفكشن في الميوكوزا انفكشن في النوز يا اولاد اسمها راينايتس في الساينس الساينسايتس في النوز راينايتس. ايه الراينايتس دي؟ اي انفكشن يا اكيوت يا كرونيك. الاكيوت يا سبيسيفيك يا نون سبيسيفيك. السبيسيفيك كل ما تذكر اكيوت سبيسيفيك في الاي ان تي يبقى الدفتري طبعا. ايه؟ يعني ايه سبيسيفيك؟
يعني كوزد باي سبيسيفيك اورجانيزم ما يعملوش غيره. هل الدفتيريا تعمل انفكشن تاني غير الدفتيريا؟ كورايلي بكتيريوم دفتيريا ما يعملش غير الدفتيريا، يبقى ده سبيسيفيك. لكن لما تيجي للتونسلايتس، تونسلايتس اه الكومبلكس اورجانيزم البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، لكن ممكن ستاف، ممكن ممكن ممكن، انت فاهم؟ يعني دي نون سبيسيفيك. اما سبيسيفيك كوزد باي اورجانيزم ما يعملوش غيره يبقى الدفتيريا. امال ايه نون سبيسيفيك؟ عد بقى كومن كولد اكتر من 100 نوع من الرينو فيروس وكل شويه يغيروا نفسهم نون سبيسيفيك، بدليل ان ما لهمش فاكسينيشن. الانفلونزا في طيب A و B و C وانفلونزا الخنازير وانفلونزا، انت فاهم؟ الاكزانسيماتا، الاكزانسيماتا الحاجات اللي بتعمل فيفر اند راش زي الميزلز، زي ما في راش في السكين في ميوكوزا الانفلاميشن في الجسم من جوه، في الكفر اللي بره والكفر اللي جوه بتاع الميوكوزا. بتعمل توتال نيكروزس، نيكروتايزنج وتايتس ميديا، تمام؟ وهتتكرر تاني في اللارينكس برضه والفارنكس. الكرونيك راينايتس بقى سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. كل ما تذكر كرونيك كلمه كرونيك سبيسيفيك في الباثولوجي تساوي جرانيولوما. سميتها جمعها جرانيولوماز ماشي، جرانيولوما ماشي. ايه جرانيولوما دي؟ اوما جرانيوليشن تشو عامله اوما. كرونيك سبيسيفيك ايه اشهر اي نتي جرانيوما ايجيبت؟ راينوس كليروما از ذا كومنست اي نتي جرانيوما ايجيبت. ولا تنسى رمز مصر ابو الهول مكسور، هو نابليون حاول يعالجه من الراينوس كليروما اللي عنده كسر له مناخيره، مش كده؟ يبقى الراينوس كليروما هي الكومنست. لو السؤال ده جاء وده جاء مره من كام سنه قال له جرانيولوما اوف ذا نوز، لو كتبت نمره واحد تي بي او سيفلس او اي حاجه غير السكليروما السؤال كله غلط، يبقى انت مش فاهم. الراينوس كليروما از ذا كومنست اي نتيجا روما ايجيبت. خلاص؟ ماشي يا اسراء؟ وبرضه بقول سبيسيفيك هي الراينوس كليروما مش بيتعمل بكليبسيلا راينوس كليروماتس؟ يبقى سبيسيفيك. اللوبس، اللوبس اللي هو اللوبس فالجارس اللي هو التي بي، لما يجي للسكين يبقى اسمه لوبس فالجارس، بيجي هنا في السكين بتاع الفيستيبيول على السيبتوم. السيفلس هو اولا اللوبس اللي هو التي بي كوز باي تي بي بس اللي هي مايكوبكتيريوم تبركلوزس، يبقى سبيسيفيك. السيفلس الاورجانيزم اسمه ايه؟ اللي هو سبايروكيتس اسمه ايه؟ تريبانوما باليدا. هو السيفلس اتعمل بغيره؟ يبقى سبيسيفيك. الليبروسي الاورجانيزم اسمه ايه؟ مايكوبكتيريوم نيبري، مش كده؟ وفي حاجه اسمها ليوناين فيشس فاكرينها طبعا، وش الاسد، تمام؟ الفانجل انفكشن، في فانجاي معينه دي سبيسيفيك بتيجي في النوز زي الاسبرجيلاس اسبرجيلوزس، معايا؟ اما النون سبيسيفيك الاتروفيك راينايتس، حصل اتروفي للميوكوزا. الست اللي كانت بتجيب ريحه وحشه من مناخيرها هي مش شامه وجوزها شامم، فاكر؟ هي دي الاتروفيك راينايتس، هي دي البروبلم سولفنج بتاع اعتقد السنه اللي فاتت الدور الاول يا اما اخر راوند السنه اللي فاتت. انا كده ولا كده هنقعد نحل امتحانات مع بعض بعد ما نخلص المنهج. يبقى الاتروفيك راينايتس، تمام؟ طب ايه رايك يا دكتوره ايمان، واحد مدخن مقرف ليل ونهار عمال يدخن والشكمان شغال، يحصل هايبرتروفي من الكرونيك اريتيشن، تمام؟ يبقى هايبرتروفيك راينايتس. الدخان ده ممكن يعمل اي اورجانيزم نون سبيسيفيك، تمام؟ الاتروفيك راينايتس لم تثبت ان هي باسيلا سوزيني انفكشن 100% في الحالات. هي باسيلا سوزيني فعلا، ولكن هل 100%؟ لا، وبالتالي نون سبيسيفيك. ممكن اي اورجانيزم يعملها، معايا؟ علشان كده دي نون سبيسيفيك. دي التقسيمه يا اولاد اللي احنا هنمشي عليها. سبيسيفيك يعني كوز باي سبيسيفيك اورجانيزم ما يعملوش غيره. اما نون سبيسيفيك اي حاجه تعمله. خلاص كده؟ هناخد ليست دلوقتي قد ايه؟ عشان نبتدي موضوعنا. نص ساعه. لا مش ساعه ايه؟ ده احنا هناخد ساعه الا.